وقلنا ان احنا هيبقى عندنا انتربريشن لو النقطه كانت بين ان وذيس تو سبورتس. والحاجه الثالثه لو عندنا فريم هيبقى عندك كمان اكس، وانا اقدر اجيب الانفرنس لاين لاي حاجه في الفريم ده بما فيها النورمال فورس اللي هو الحاجه اللي ما كانتش موجوده قبل كده في البي. اوكي؟ في حد عنده سؤال؟